اهلا بيكم حلقه جديده من هاني ومريان في بلاد الامريكان. الحلقه اللي انا بعملها اديت دي كانت اتصورت يوم 3 مارس، يعني قبل الهوجه بتاعه الشت داون بتاعه فيرجينيا هنا. دي حلقه كولز احنا مأجلينها طبعا بعد ما حصل الشت داون للستور. بعد كده هو دلوقتي فتح. طبعا في حاجات اتقالت في الفيديو قبل طبعا الايستر وقبل الحاجات دي كلها وقبل الشت داون وكله، فيعني هسيبكم مع الفيديو. فيديو طويل شويه، معلش انا اسف، اللي هي العمليه، بس احنا خدناكم طور جامد جدا في المحل، فيعني على الله على الله بس ما تزهقوش مننا. يلا وعلى كلام مريان ان نفس الاسعار هي فاضله زي ما هي حتى بعد ما فتحوا، بعد ما عملوا ري اوبن، في الاسعار نفسها ونفس الشيء. والديلز هتلاقي برضو، مش هتلاقوا ديلز كتيره، بس هتلاقوا الديلز زي ما احنا قايلين في الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، ومعلش ان كان طويل شويه، واستنونا في حلقات تانية جايه كتير من هاني ومريان في بلاد الامريكان، واسيبكم مع الفيديو. اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني ومريان في بلاد الامريكان، والنهارده الحلقه من محل اسمه كولز، واحد من الديبارتمنت ستورز اللي بيبيع اغلب الحاجه عنده، طبعا هدوم، وفي حاجات تانية بيبيعها يعني على بسيط، الكترونكس وفرنتشرز وحاجات تانية وحاجات المطبخ وحاجات زي كده. تعال ندخل نشوف ايه عنده جوه. احنا دخلنا هنا هو كولز، ده حاجه الصيف، هو عاملها 48 عليه 25% هيبقى $35. طبعا انا معاك البرسنتج اللي 30% و15% و20% هيبقى اقل من كده. انا بس صراحه انا بحب الفساتين، وحاجه كولز حلوه قوي اغلبيه ان هو كولز جنب البيت، فانا يعني ايه مقيمه في كولز اغلبيه الوقت، هو جنب البيت بمايه. حلو ده استنى حلو. لا مش حلو. طبعا انا عندي حل نفسي، انا ما بشتريش السعر الاساسي، انا لازم اشتري من الكليرنس. يا جماعه انا مش يعني معلش انا مش هدفع $35 ولا $20 ولا $25 في فستان ولا في برموده زي دي، اجيبها من يعني كلها شهر وتنزل كتير. هو عامل على نظارات 50% والبراند بتاعت كولز، يعني الماركة بتاعت كولز على طول، يعني كولز بتبقى من نفس البراند. فهو عامل كان عامل كليرنس سكشن كليرنس الاسبوع اللي فاتوا كتير، بس ما كانش الديسكاونت الغالي يعني الكتير. هو المفروض دلوقتي يكون نزله شويه. هنا بقيت بقى ده حاجه الكريسماس وبقيت الحاجه اللي هي بتكون موجوده من الشتاء، يعني اللي عايز يجيب من الشتاء السنه دي للسنه الجايه. الفستان ده نزل من $48 ل$14، لا ل$9 كمان، يعني بص هو ده 70% وبعد كده رجع هو عمل 80% ولسه 90%، فعلى حسب البتاع الموديل. يعني ده $9، ومثلا انا هنا هوريك الاب معايا اهو في التليفون، انا اشوف معايا الخصم قد ايه. انا معايا بنزل الكولز اب، ده الكولز اب اهو، فانا معايا في الوالت معايا $5 كولز كاش اهي، ما عنديش اوفرز. احسن اوفر بركه. لا مش بركه، ما هو انا هشتري فول برايس. طب لا ما ده اللي يخليك ما تشتريش عشان ما عندكيش اوفرز. ماشي يعني $6 اهو، ده $6 وصيفي، يعني ممكن نجيبه في الصيف، وزي ما قلت بالديسكاونت والكلام ده انا معيش ديسكاونت دلوقتي. هم ممكن يخليك يقولك تسالك انت معاك ديسكاونت ولا لا، ولا هتشارج الكولز ولا لا. ففي حاجات بتيجي سعرها بيكون حلو، في لقط، يعني انا بجيب حاجات $2 $3 برده من هنا، يعني بتحاول تلقط. الجزم كمان هخش اوريكم الجزم اللي المفروض يكون عليها ديسكاونت حلو اهو، ده انا كنت جايباه الاسبوع اللي فات، كان $9 وكان معايا 30% فوقف على $6 $7 واحد وكان حلو. بس لازم يكون معاهم كول تشارج، كولز تشارج رايت؟ كولز تشارج او الكوبون بتاع كولز يعني. بس لازم يكون معاهم الكريدت كارد بتاع الشركه. مش شرط كريدت كارد، لو انت معاك الكوبون في ايدك مطبوع، يعني احنا ممكن كستات بنبسيه لبعض، يعني بنبسيه لبعض، يعني الجيوب ب $4، الجيبه دي $3، ده شورت مش جيبة، ده $4 برضه $4 حلوة دي $4، بس في الحجم العائلي ما تنفعش جيبات معانا. ده انت خسيتي؟ انا خسيتي حبيبي يا غالي، ربنا يخليك لي يا روحي.
برضه دي الماركه اللي احنا قلنا عليها اغلبيه كولز بيبقى موجوده فيها، البنطلون الجينز ب 12 دولار ده ب 4 دولار اللاجن. في كمان لو انت مثلا عايز تشتري الحاجه بتشتريها وبعدها بفتره مثلا هنا بيكون مثلا معاك 30% او حاجه، ممكن تروح تقول له رجعها لي بالرصيد مش شرط انك بتاخد معاك البضاعه، واديني الكوبون ابو 30%. بيعملوها هنا قوي، هما حلوين في الحكايه دي قوي. والبنطلون ده حلو، انا عاجبني المره بس هو رجلي واسع فانا ما اعرفش. لا ده ستايل معين ماليش فيه. بس ده انا كنت عايز اقول لك عايز اجيب المارفيلا 14. اه فهم عندهم حاجه ديزني كتيره هنا، فلما بتلاقي حاجات ديزني بنجيبها. ايه البنطلون ده ب 4 دولار اسيبه؟ لا ما اسيبوش ب 4 دولار بغض النظر ان هو سايز 4 5 دولار سايز 17 سايز 17 احنا عايزين سويت هتاخده. في حد كومنت قبل كده قال لك انت بتاخدي حاجات سواء لبستيها وما لبستهاش؟ ايوه انا عندي ايه، خش والله الدولاب بتاعي مليان. انا معرفش انا عندي ده عندي ده، وفي الاخر اقول لك انا ما عنديش هدوم. كل الستات على فكره كده. غير كمان الهدايا بتاعت مصر يا جماعه، خلوا بالكم انت لما بتنزل انا ببقى عندي مجموعه محضراها بحيث لما ببقى بنزل، يعني انا في اي وقت بنزل ببقى معايا اللبس ده. انا مش هكون صريحه معاك، انا بشتري الهدايا من ولا يعني مش مره واحده، انا بشتريها على مراحل. هي تقصد هتبقى صريحه معاك؟ اه انا قلت ايه، مش هبقى صريحه معاك. مش هبقى صريحه معاك. الله جميل ده. في حد كان سأل بيقول لو فين العيال وانتوا بره انتوا اه العيال في المدرسه في المدرسه انت فاكركم انا بطلع بالعيال؟ لا 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 هي النهارده اجازه وانا جاي من الشغل. وعلى فكره احنا ما بنصورش الحلقات غير لما بكون انا اجازه، يعني عشان انا وهني بنشوف بعضنا في المناسبات القوميه، عشان كده مش عارفين نعمل الحلقه مع بعض. طب والله حلو صعب ده. بص بروبرو سهره بروبرو ولا مش بروبرو؟ بروبرو بروبرو ده ب 32 دولار ان شاء الله. ده هنا انا عايزه اشتريه، ما اعرفش انا عايزه اشتريه لايه، بس هو عجبني شال. اوكي عشان طب. هو عنده مشكله ما بيعرفش يشتري لي هدايا ايه، فانا بقول له يجيب لي ايه. طب. في الاخر ما بيجيبش حاجه بره. ده برضو يعني شوفين الجواكت هنا ب 10 دولار. الجواكت دي على فكره من اول ما نزلوها هي ب 10 دولار، يعني ما عملوش عليها دي كان 80% فما عملوش عليها الاستيكر الثاني، يعني ده استيكر واحد بس. في حاجات معموله عليها اثنين استيكر زي ده مثلا اهو، دي كانت اوريجينال ب 20 بقت بكام؟ ب 4 دولار. دي اثنين استيكر اول ما نزلت نزلت ب 6 دولار، يعني كانت في الكوبونات. انا عشان انا بقول ان الكورس جنب بيتي فهو اكتر مكان انا بخشه. هي عندها بيشن، انا ما عنديش بيشن. ما تيجي تقول له روح واتفرج ما بيرضاش. يعني انا الف ادخل راك راك بالشكل ده؟ يعني ده ب 16 دولار، الجاكيت ده ب 16 دولار. وكولز يا جماعه مش زي ده كريسماس اهو لسه عندهم ب 8 دولار، فتخيلي يعني ما اللي هيجيبني في كريسماس ب 8 دولار. كولز مش عامل زي اللي هو جيبس ولا راس ان هو ما بياخدش من حد، ولا دي بتاعته هو. هو لما بيخلص البضاعه ما طلعتش، هو اللي بيدي الجابس وراس وحاجات زي كده. ده الجزء الرجالي عندهم نايكي واديداس واندر ارمر، وخلي بالكوا هنا هتلاقيها نفس تقريبا ثمن الاوتلت او اغلى حاجه بسيطه. يعني هو بيحط دايما 20 او 25، هو النهارده عامل على نايكي 20%، والاندر ارمر لان انا بحب الاندر ارمر اكتر بيبقى ب 25%، فانا ما اعرفش الاندر ارمر النهارده كام. النهارده الاندر ارمر تقريبا ريجولار برايس مش عامل عليه حاجه. فالتيشيرت ده ب 25 دولار. لو دخلنا الاوتلت هتلاقيه عامل الاثنين الثلاثه ب 45. الثلاثه ب 45 لما جبناه السنه اللي فاتت في الاوتلت كانت الثلاثه ب 45، دي ريجولار برايس ب 25. لما بينزل عليها ديسكاونت بتفضل ب 18 دولار. يعني في كام فيديو كان هاني لابس التيشيرتات دي فيها بتاعت الصيف فهي كانت ب 18 دولار. وده من الحاجات اللي كولز الكوبونات بتاعته ما بتمشيش مع البراند. على البراندز، يعني مهما يكون معاك كوبون ما بيمشيش على البراندز خالص. ده كميه الكليرنس في رجالي اكتر، يعني انا حاساها اكتر. زي ما قلنا انا ما بشتريش ريجولار برايس، فانا باخد يعني البنطلون ب 27 دولار ليه ان شاء الله؟ عشان نايكي. سو؟ ما نايكي ولا مش نايكي؟ نادي.
بنطلون جينز. خلي بالكم هو لسه ما حطش 90%، لما بتحط 90% بيكون ديسكاونت حلو. بجيب حاجات يعني، هو دي ب 27 دولار مش وحش. لو انت بتجيبه بتعيد السنه الجايه يعني، او سو اكسبنسيف باي ذا واي ام نوت. ده غالي على فكره، 27 دولار اهي. مثلا نايكي اهي اكس لارج ب 5 دولار. في هتلاقي يعني، هتلاقي في حاجات وحاجات، مش هتلاقي كله غالي. وعلى حسب دي كانت اول تيكت ولا ثاني تيكت، يعني اول خاص ولا ثاني خاص. يعني لو قاعده مده في المحل دي جواكت رجالي اهي، البلاطي رجالي، جواكت البدله هو هنا ب 170 دولار. دي طبعا لا، كاسكو عليكم وعلى كاسكو، عشان انت برضه اللي بتقولي تجيبي سير الكاسكو كتير، ده الريجولار برايس بتاعه في كاسكو 50 دولار لما بينزل. لما اجيبه هنا في كليرنس 170 يبقى انهي احسن؟ كاسكو. بس مش موجود طول السنه، بس بيجي في فتره معينه. يعني ادي بيجامه هنا في كولز اهي بكام البيجامه بعد الخصم؟ دي ب 11 دولار، دي ب 16 دولار. بيجامه ايه اللي هروح ادفع فيها 20 دولار؟ معلش يعني يا جماعه. وفي ب 10 دولار كده؟ لا طبعا في، يعني انا ادفع ال 10 دولار دي في لبس خروج، ما ادفعوش في لبس بيت او بنطلون بدله ب 80 دولار. ليه اجيب بنطلون ب 80 دولار؟ ده كمان كليرنس. ممكن كان ده كان 200. مش يعني مثلا 200 دولار بنطلون ادي اهو صيفي شورت ب 8 دولار، يعني لو عشان احنا داخلين على الصيف مثلا، فاحنا عايزين لبس صيفي اي 8 دولار شورت. يعني لو هتشتري شورتات دلوقتي في اي محل هتلاقيها ب 23 دولار الشورت. وده لسه اول تيكت. ممكن انا في السنه اللي فاتت كنت جايبه حاجات ب 4 دولار. الفايز ده 30 دولار وخصم كمان 60 دولار الريجولار. 5 دولار، ايه رايك؟ يا بس ده ايه ده؟ ان شاء الله ده خير. ده هو في حد بالحجم؟ ما اعرفش. ده 4X؟ ده 5X؟ دي ما عندنا فرانك. لا مش الحجم ده برضه. لا والله ده اكتر من كده. حاجات الكريسماس ب 8 دولار برضه يعتبر غالي يعني. هنا في كولز كمان مفيش فيه براندز، بمعنى ان مفيش مثلا مايكل كورس، كيدي سبيت اللي هو عنده 9 وست جايبها جديده، وجايب جينيفر لوبيز. ده في حاجه الستات. حاجه الرجاله هتلاقي الايزو والشيبس، دول هما الحاجتين الموجودين. فهو منزل البلوفر ده، البلوفر ده من 60 دولار ل 18 دولار. انا عاجبني ده، بس مش مكتوب عليه السعر ولا عليه تيكت. ده كله كليرنس هنا، كل السكشن بتاع كليرنس اللي هو البواقي والفضل والمنها الواحد. مريان عندها طولة بال فظيعة. طب صدق حلو والله، يبقى مناخيره دي جميلة والله. بس انا غير حاجة الكريسماس، عايزين نعزم في البيت تاني عشان الكريسماس. حلو ب 12 دولار، ب 24 دولار. انا عندي، انا البروفولات دي ما بحبهاش اساسا. وبرضه بشتريها. ده جميل. وبرضه بشتريها. وبرضه بتشتريها. ده حلو. عندك واحد زي ده. 25 كتير. 25 هني. نعم والبس فيست ليه؟ الفيست ده اساسا اختراع فاشل يعني، من غير دراعات وبعد كده انا مش فاهم ليه يعني. يعني انا هقول لك حاجه، الجزمه دي كانت موجوده في بلاك فرايداي، دي اختي اللي انا لابساها اهي. انا كنت جايباها ب 20 وعليها 15% كانت كولز كوبون. هو هنا منزلها لك في التخفيض ب 30 دولار، فاستيل ان هو البلاك فرايداي احسن سعر. كنت جايباها ب 16 تقريبا او ب 18. حلو الجزمه دي. اميان لا بس يعني غالي شويه. انا ما بحب، يعني انا ما بحبش الجزم قوي، انا بحس ان هي خانقه. دي ملوش حافين شب 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 كده يعني، شب شب وحافين. يعني براح براح. طبعا السكشن ده كليرنس. بتاع بنانيت بنوته. يعني في الجزم عنده فيلا وعنده اندر ارمر وعنده اديداس وعنده نايكي. الفيلا لا، من كاسكو هيبقى ارخص، من كاسكو بحطها ب 15. هي هنا مثلا اهي، ادي واحده فيلا بكام؟
ب 11 والله حلوه ب 11 دولار انا هجيبها الازن بيها الازن الازن بس ما استنى خدنا في مقاس كام 8 لا بتاع كاسكو كانت 8 ونص كده جربيها لو عايزه تجيبيها ابص لحاجه الرجاله اروح ابص لهم انا بلبس رجالي دلوقتي دي الماركه بتاعت كولز مش هتلاقوهم عندها في اي حته دي ما بتاعت كولز شايفين نايكي حلو النايكي هذه تلاقيها 75 كنايكي كنايكي مش وحش كتمن بس بالنسبه لي انا لا 75 ادفع ليه 75 في جزمه كل القسم ده اندر ارمر وفي اديداس اديداس اندر ارمر نايكي شبشب نايكي ده من غير ما ابص هيبقى مثلا هبص لك تاني ده مثلا 35 دولار شبشب ب 35 دولار ألف مرين ايه نمشي حافي همشي حافي انا كاسكو بيجيب الشبشب ده بكام 15 ولا ب 10 ب 14 وساعات بينزله تخفيض وساعات بيوصل ان انا بجيب ب 5 دولار نايكي جميله دي It's clearance too. هذه تمنها معقول. 42. بس انا عندي جزم كتيرة. دي بتاعت الشبه بتاعت الشبه بتاعت قلبي. دي جميلة صح؟ معاك كوبون؟ معيش ما بيمشيش عليهم كوبونات. ايه رأيكم يا جماعة؟ ايه رأيكم يا جماعة اجيبها؟ هيتخانق معايا ألفين عليها. نشوف اه والله ممكن ياخدها مني لان انا ما بلبسش الجزم يعني اغلب الجزم بخليها بلبسها فين فين ممكن هو ينط وياخدها مني قبل ما انا البسها جا الوقت اللي ابني يلبس مني بص دي فاكرها؟ اه جايبها لك قبل كده ب 11 لا بس مش امه بتاع ده شكلها حلوه ادي اللي بتدي طلعنا لنا بكوتشي يا جماعه هي واحده ثانيه بس دي 11 ونص دي 10 دي 10 انا جبتها 11 ونص يعني تقريبا في حدود 43 44 تقريبا بيبقى مكتوب عليها هنا يعني هنا مثلا دي مقاس 12 يقول لك من تحت يو كي اللي هي زي لا دي بريطانيا الثاني اللي هي اف دي مثال فرانس اللي هي زي اللي احنا ماشيين عليه لا احنا ماشيين تبع يورو ما يورو ما هي فرانس هي 46 وثلثين مقاس 10 هنا هيقول لك يوروب هي هنا مكتوبه هنا 43 ده اللي احنا ماشيين عليه في مصر انا متهيألي مقاس 11 ونص ده اللي هو مقاس 45 اي ثينك ان انا مقاس 45 44 44 45 حاجه زي كده لو لقيت لكم مقاس 11 ونص اقول لكم اهو 46 عشان كده انا بقول انا بلبس 8 ونص رجالي 40 مصري yeah. من ضمن الاختلافات فاكرين لما كنا بنتكلم عن الاختلافات حلقه الاختلافات هحط لكم اللينك فوق على المقاسات والاوزان والحاجات اللي زي كده ان امريكا يونيك يعني امريكا ليها السيستم بتاعها الخاص بيها يعني عشان امريكا يونيك امريكا كبير. امريكا ليها السيستم الخاص بيها كميه الكليرنس حقت الاطفال كتيره شايف هنا واو دي متبهدله السكشن هنا كل ده كليرنس بس هو الى حد ما برضه مش مش رخيص مش رخيص ستيل غالي بس في بصي في لغات يعني انا فاكره مره كنت جايبه نايكي ب 5 دولار فاكرها؟ ما جبت بس هنا في واحده ب 17 موت هو ده في البلاك كارد بيبقى ب 15 هي عارفه انا مش عارف تفتكري ازاي الصراحه يعني انا ما بقرش انا بقر يا جماعه قر بقى حلوه دي مارفيلا وبعد كده رجعتيها الناس اللي غاويين القهوه زي حالتنا البتاعه دي حلوه قوي انا عندي دي بالظبط حلوه قوي بتعمل كابتشينو وبتسخن اللبن يعني لو حد عايز يحيز شوية لبن بتسخن اللبن دي بتاعت اللبن بتعمل القهوه هنعمل حلقه عليها هنعمل حلقه عليها البراند حلو قوي في القهوه يعني بدل ما نروح ستاربكس والدنك ده بتستخدم دي حاجه الكيك اب بس
في مطبخ مريان. انتظروا لنا في حاجات كتيره وافكار كتيره يا جماعه باذن ربنا يناقشنا وفي وقت. يعني نفس البراند، نفس فكره المكنه بس نيجا. وبص دي بص دي احلى بقى، دي هتنزل لك الاول وبتضرب لك البتاع بالخلاط وبتحن يعني كده ده السيستم كله. فاحنا طبعا ما لناش في القهوه الامريكاني، احنا لنا في الكابتشينو والكلام ده، فده احسن بالنسبه لنا. لا بس برضو شوف فكرتها حلوه اللي بتضرب ال اللبن. طب ما هي الدنيا بتضرب اللبن برضو. اللي هو اللي عايز يعمل قهوه يشتري دي ويعمل قهوه. دي طبعا انا اتكلمت عليها مليون مره، دي العشق كله، دي حلوه. ونينجا اي حاجه نينجا هدو. ده بتعمل فراخ كمان. يا بابا ايوه، ما هي دي اير فراير. اير فراير اوكي. اير فراير وسلوكو كل يعني كل الحاجات دي. كله كان في بيجا يعني انت اتكلمت عليها. فاكرها. سكشن كله ادوات كهربائيه منزليه. بيعمل العروض الحلوه بتاعته في البلاك فرايداي. البلاك فرايداي بيبقى زحمة. بينزل كمان عليها الحاجه اسمها كورس كاش، هو هنا على كل 50 بيرجع لك 10. انما لما بتجيب حاجه من دول على البلاك فرايداي ممكن يقول لك مثلا على نيجا 25 45 دولار او 15 دولار كورس كاش. كنا عملنا حلقه عن بلاك فرايداي من كورس جوه كورس، هحط لكم اللينك فوق. ممكن اجيب دي؟ معرفش احنا عايزين نعمل بيها ايه، بس حاجه بنلعب بيها. ايه رايك؟ والله تعمل بيها والله جميله، تعمل حاجات لي ولولو. It all depends how much would be. بس جنبي 20 دولار بس. سلطه؟ تعملي لك حلقات سلطه؟ عايزه تلعب. بنجيبها وما بنستخدمهاش. دي ايه دي؟ قولي. دي اسمها ايه؟ زي الكبه بس دي صغننه. الخلاط ده حلو قوي، احنا اتكلمنا عليه في السنه اللي قبل اللي فاتت من البلاك فرايداي، كان حلو قوي ده ب 20 دولار، كان كبير وكان انا بستخدمه على طول دلوقتي. هو ده زي بيعمل زي مضرب يعني، مضرب بس في الحقيقه يعني ما بتغيرش بقى الحله ولا الشفشق. مثلا لما تعملي شوربه بتاع عدس تبقي بتستوي العدس وبعد كده بترجعي تضربي تاني في ال في ال في الخ في الخلاط. لا ده بتضربي في نفس الحله يعني توفير المواعين. توفير المواعين. ودي فتحت كانز اوبنر يعني فتحت معلبات. وادي هو المضرب اهو جنبها يعني. بس دي ماله بتاع اول مرت ب 6 دولار زي الفول بتاع اول مرت. بتاع اول مرت 6 دولار. 6 دولار زي الفول. انت بتستخدمه اصلا؟ لا هو عندنا الايكيتشن بس مش موجود هنا بالكيتشن. تيفال اهو اللي الناس بتسال. تيفال ماركه عالميه طبعا موجود منها هنا. فين التيفال؟ بس هنا ايه؟ ايه هو ابو 100 معلش عشان هتبقى ايه؟ طاسه ب 100 ولا دي ولا أيوة ولا دي الطقم؟ ايوه اللي هي طقم 10 بيسز. يبقى 10 بيسز. 10 بيسز طقم. 10 بيسز. انا عايز احل. بص انا عايز احلل كده. احنا على فكره مشكله هنا في الحلل يعني الحلل صعب انك تلاقي حله بالكوبري ده بالعمق يعني ده. بص اهو باي طقم اهو ب 100 دولار اللي هو بيتكلم عليه. ادي الحله ما فيش يعني ادي شكل الحله. دي اكبر مقاس للحل. اعمل بيها ايه دي؟ اطبخ فيها ايه؟ شوربه الكوارع ولا العكاوي اللي بتضربها اجيب فيها ايه دي؟ اه كيتو كمان يا جماعه يعني. على فكره انت ليك عليا طقم حلو. طقم حلو؟ اه. اه حاضر. عشان انا كنت جايبه طقم قال لي لا الماركه دي مش حلوه روحي رجعي واحده الماركه الثانيه. جبت الماركه الثانيه لقيتها بتقشر. اعمل فيه ايه بقى؟ نجيب واحده جديده. شفتوا الفيرنس ده فير كده بالنسبه لك فير يعني؟ مالي شوف الماركه الثانيه طلعت وحشه بجيب واحده جديده. الطاسه دي الحله دي الحله دي عندي والله بقى لها كام سنه؟ 13 سنه. 12 سنه من يوم ما جيت امريكا انا داخله 12 سنه وهي لازم تقيله انا ما استخدمتهاش. طبعا دي حديد بيعتقوها زي الفخور اللي عندنا في مصر كده بيعتقوه بزيت. اهي دي نفس الوضع بيعتقوها بزيت ويحطوها في الفرن وكل ما بتصدي كل ما بيزود لها الزيت لان دي حديد وبيطلع الاكل سخن. والله تصدق ممكن نعمل فيها اكل النهارده. نعمل فيها اكل. انا كان كاسكو بيجيبه من 2 ب 30 طبعا انا بشتريها ب 14 دولار فكرة كان yeah. ودي براد عادي حلال. السكشن كبير فيه كليرنس اهو حلو. ده ايه رايك البحر؟ كريسماس؟ لا ب 2 دولار. اه 2 دولار 3 دولار 299 معلش يعني بس دي حلو شكلها عفوا. خد اهو هي ايرون اهي برضه اهي. انا بيها ايزي معرفش تقيلة يعني انا اقصد اخت ب 6 دولار. هنا حاجة الحمامات الفوط واشكال وانواع وطبعا الالوان دي هي الالوان الربيع الايستر هي مكتوب هي الوان الربيع يعني ايه
عامة هتلاقي الوان الربيع من دلوقتي، فوط وفرش حمام وحاجات زي كده، فرش حمام من تحت هنا. وطبعا الناحية التانية في الشيتس او الملاية بتاعت السرير وكده. هنا قسم الرجالي، غيارات داخلية وحزمة حزام وشرابات، طبعا كله غالي يعني. هو هنا في كولز كله غالي، مش عملية مش رخيصة في كولز، بس هو نوعا ما ارخص من ميسس. محافظ طبعا، احذية امين ام سوري حزام حزمة حلوة، الكرفطة دي جميلة. طبعا سوت البدن هنا، هلاقيها هنا، قمصان قمصان بأشكال وأنواع وألوان، ده برضو ألوان الألوان الربيع، بدل سوت، ده جاكيت بس، ده جاكيت لوحده. مش عارف التمن كام، مش مكتوب عليه، أو هنا مكتوب. عندهم تخفيض بدلة بس أو جاكيت بس $50. البدعة عامة بتبقى غالية، البنطلون ب50 والجاكيت الفيست ب50 ام سوري، البنطلون ب50 والجاكيت ب100. هنا السوتس كملين، دي متهيألي برضو بدل بس امين جاكيت بس. هنا بيبيعوه انديفيدوال يعني، بيبيعوه لكل واحد لوحده، البنطلون غير ال حاطينهم فوق بعض بحيث ان ماتش كولر او الالوان تبقى زي بعض. قمصان قمصان قمصان، بنطلونات طبعا. قمصان ربيع طبعا، كله اذواق طبعا، كل واحد وذوقه يعني. انا استحاله البس ده. كرافتات اهي، كرافتات والشيتس بقى، والشيت بيجي كمان بالحاف بتاعه يعني، ده كله 6 pieces، الست pieces بيبقى بالحاف وروس المخدات، وطبعا والشيت نفسه اللي بيتحط المفرش نفسه. ده حتى $60، مكتوب $60. كل ده ب$60، بيج ديل كمان يسموه، او اسمه ايه، ايبك ديلز. وهنا مفارش، هنا برضو حاجات الستات بقى، طبعا ده مش كليرنس، حاجات عادية. انا مش عايز اطول عليكم الحلقة، بس هو عامة البيلوز ده بيعملوا لها، او المخدات بيعملوا لها سكشن لوحده. مخدات طبعا، في دي مخدة جميلة، دي مخدة عاملة زي مخدة القطن دي، جميلة يعني، ايه شديدة بس هتبقى غالية يعني. دي ب30، المخدة دي ب30 يا جماعة، $30 بس. ايه يعني، اللي عايش هنا عارف ازمة المخدات. المخدات ما بتبقاش زي مخدات القطن بتاعت مصر التقيلة اللي بتحط راسك عليها بتفس، زي المخدة دي مثلا فس، ولا الهوا. باي 1 جيت 1 هاف برايس، يعني حتى مش باي 1 جيت 1 فري، لا اشتري واحده وخد واحده نص الثمن. التلاته ب10، عشان المخدات. ويعني من قريب الامريكان بداوا ياخدوا بالهم ان المخدات دي مش حلوه، مش كويسه بها. بداوا يطلعوا مخدات زي كده اللي هي السفنج، اللي هو دي جميله جدا دي على فكره، $18 مش وحشه. ومراتب، دي المرتبة السفنج بقى. فرش زي السجاجيد اللي هي بتتحط على مدخل الباب وكده، ده شكلها حلو. ودي مراتب بقى، كل دي مراتب من اللي هي بتتفرد طبعا، بدي لك اللي عشان تشوف لو انت عايز. جميلة، دي جميلة قوي. ومش غالي على فكرة، لو انت بصيت على المراتب العادية بتبقى مثلا ما بين $500 او حاجة زي كده، لكن دي مثلا دي متهيألي الشيت اللي بتتحط فوق المرتبة، مش المرتبة كلها، دي اللي بتتحط فوق المرتبة. يعني انت بيكون عندك مرتبة وبتحط دي فوقيها،
فدي ب 140 كتيرة شوية كتير، لكن في مراتب بتتباع زي دي بتبقى مرتبة مرتبة كلها بقى، بتبقى في حدود من كاسكو كان في حدود 300 دولار مش وحشة كانت. طبعا مخدات، بس دي مخدات الانتري مثلا او الصالونات وحاجات زي كده. طبعا ستاير، حاجات ديكور ديكوريشن، حاجات الغسيل حط فيها الغسيل يعني نظيف ومش نظيف. طبعا هنا هم مجانين بموضوع الشمع ده، وانا صراحة بيجننوني معاهم. دي كلها ب 10 دولار غالية. مال وول مارت الحاجات دي؟ مال الشمع، مال الشمع، ماشي. براويز اهي، كل حاجة عندهم تقريبا، بس هم يعني الغالبية العظمى بتبقى في الهدوم. هنا لبس الاطفال، فهو عندهم حاجات مش غاليه، ده في بدايه الموسم في حاجات ب 10 دولار، حاجات ب 5 دولار، والشورتات مثلا ب 20 دولار. الشورت اهو باي 1 جيت 1 هاف برايس. الكترونكس هنا مش كتير، قسم صغير خالص، دي ساعات، والناحية التانية في سبيكرز وحاجات زي كده. هنا برضو من الحاجات الموجودة حلوة قوي البارفانات الستس اللي هما بيعملوها، بتبقى رخيصة. انا دي على كريسمس وبنزل عليها 25%، فمثلا دي ب 40 دولار، دي دلوقتي رجل دي ب 40، رجل البريس مش فوصل ب 30. دي الصراحة دي حلوة ماركة كويسة. الكيرف رجالي ب 20 الازازه دي، خلي بالكم هنا دي مثلا دي 75 مللي، في حاجات 100 وفي حاجات 75، فخلي بالنا من الحجم. في طبعا الهاند كريم هنا بدولار ونص، عامل ساعه الكريسماس ب 5 دولار كهدايا يعني، والليب جلاس ب 10 دولار. طبعا انا ما بفهمش في المكياج قوي يا جماعه والله يعني، فدي حلوه. انا دي جبتها السنه اللي فاتت كانت حلوه جدا، دي ب 15 بس غالية، انا كنت جايباها ب 7 دولار المرة اللي فاتت او كده. الحاجة المبسوط دي هاتها من شعرها، دي ب 2 دولار يعني، دي علبة الميك اب دي ب 2 دولار، الرموش دي ب 11. ايه ده؟ مشوار؟ انا دوبيت ده الويت. دي البرام بتاعت اللي مشوت دي حلوة قوي، اللي هي الويت براش، فهم عاملينها بخمسة دولار، هي كانت ب12 فكده. بس انا عندي بنتي بتحب الحاجات دي قوي، دي اللي هي الفرشة بتاعت السشوار، ودي البراش دي حلوة قوي بخمسة دولار، لان البركة دي غالية، هعمل عليها حلقة الفرش دي. كمية البرفانات برضو اللي هنا كتيرة يعني، هتلاقوه طبعا مش زي ميسس، طبعا مش زي ميسس البرفانات دي. هنا اللي في التست ممكن تشمها والكلام ده، هنا في تست، وهي يعني في اخر حاجه هتلاقيها ب 60 70 دولار. لا بس في برفان ما تاخدش عليها كوبون، هي بتقول عشان صوتها اكيد بعيد يعني، اللي مش عارف ايه البرفان ده ريحته ايه، بيخلي لك التست اهو من بره، و بتاخد واحدة من دولة بترشها عليها وبعد كده بتشم وتشوف. دولة ديزل طبعا، ده العشق كله ايفوريا. This is her favorite. Yeah دي ايفوريا بحبها، طبعا المفروض انا برش كده. دي مش بترش، المفروض انت رشيتي عليا. دي اترينتي، انا هي تقيلة. اترينتي كان اول حاجة هنا، كان لا كانت اول حاجة كانت كنت اول حاجة لا 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 كانت اول حاجة بريتني سبير. دي حاطين هنا، حاطط لك ايه عشان لو انت حابب تشم اهو، حاطط لك قهوه اهو عشان ايه القهوه ريحتها متعه والله، احلى من بامانه ربنا بقى احلى من البرفه. لا كمان الكوتش دي حلوه، دي حلوه من الكوتش، الريحه اللي انا جربتها كانت حلوه برضه. هي دي دي اللي بتعمل دي البلو دي. انا عايز اسال سؤال، دي ايه؟ انا مش شايفه طبعا. دي جوتشي، دي جوتشي مفيهاش خلصانة.
افتح واحده عشان شنو خلصان لما يجي لك اعلانات عليها طول ما انت قاعد برفانات يا جماعه اكسسوارات كتيره هنا بعد كده في مازر دي كومينج مازر دي كومينج وانا مالي بمازر دي هو المازر انا مالي بمازر دي ده حلو ايه هو حلو اتوز ده دهب ما علينا ما علينا ده سيلفر اوفر مطلي اه اوكي طب انا بوريكم معايا هنا وتقريبا ده كل حاجه في كولز احنا ايه انا مش عايز اطول عليكم الفيديو بس هو هنود اهي هنود ده مش هنود تشاينيزي حلو التوز ده حلو التوز ده ناخد راي الناس هل هو ده فعلا حلو التوز حلو والسياب اللي ملون ده حلو ماشي بس اتغنى المشكله سو انيوي ده احنا طبعا المنظر العام من ال من بتاع من كولز احنا دخلنا في الكليرنس بدري وبعد كده عدينا على القسم ده ولفينا المحل طبعا في اقسام كتيره جدا فانا احنا مش عايزين نطول الفيديو قوي دي كانت حلقتنا من هاني وماريان في بلاد مكان من كولز محل مش زحمه طبعا عشان الناس بتروح يعني بتشتري زحمه في الاكل وفي الاكل والشرب عشان خايفه من الكورونا فبس عايز تقول حاجه لا يا ست بصيت لك لما قلت باي خفت منك يا ست لما قلت